وحلاقة أصبحت حاكمة تقود الوزارات والحاشية تقودون بالسحر والشعوذة تنحي الوزير أو القاضية. أن يكون أصلها حلاقة ليس عيباً، لكن أن تنقل مقص الشعر من سالون تزيين إلى قصر السلطة لتقص به أجنحة الناس فهنا يكمن العيب. ليلى طرابلسي الحلاقة التي صارت ليلى بن علي الحاكمة كانت تملك محلاً لتزيين الشعر داهمه زين العابدين بن علي يوم كان مديراً عاماً للأمن الوطني. المداهمة للمحل المشبوه تحولت فوراً إلى قصة حب بين الرجل المتزوج والمرأة المطلقة الطموح، فليلى الآتية من أصول ليبية ومن أكثر الأحياء التونسية فقراً ومن أسرة ربها بائع خضر وأبناؤها 11 أرادت دوماً أن تخرج من دائرة الحرمان إلى دائرة الضوء. تزوجت وهي في 18، إلا أنها تطلقت بعد 3 سنوات لترتبط بعدها برجل أدخلها عالم الأعمال، فعملت في مجال السياحة والسفر وتجارة السلع بين تونس وإيطاليا، واتهمت حينها بعمليات تهريب حدودية حيث جرى توقيفها، كما اتهمت بالجاسوسية ضد تونس. كان ذلك في العام 85 الذي شهد التحول الجذري في حياة ليلى، إذ أمست عشيقة بن علي وأنجبت منه بعد سنة ابنتهما نسرين، غير أنهما لم يتزوجا إلا في العام 92 بعد 5 سنوات على ترأس بن علي تونس وطلاقه من زوجته الأولى. فانتقلت ليلى إلى قصر قرطاج محملة بشخصيتها القوية وبعائلة تغلغلت في زوايا القصر. في أول فترة بقيت في الظل وجمعت الشهادات الثانوية والجامعية الوهمية بمعظمها وثابرت على الاهتمام بمظهرها. لاحقاً انطلقت مرحلة العمل الفعلي، فبدأت بمحاربة الفريق الرئاسي المحيط بزوجها لتعزز دور أقاربها، لا سيما شقيقها بالحسن الذي بات وابنه عماد الرجلين الأكثر نفوذاً في تونس بعد بن علي. وفيما كانت ليلى تكثف إطلالاتها الإعلامية ونشاطاتها الاجتماعية، كان رجال عائلتها أو مافياها يراكمون الثروات والاستثمارات في مجالات الطيران والاتصالات والسياحة والإعلام والمصارف، كل ذلك في عمليات فساد وسرقة وتهريب تورط فيها أقرباؤها في وقت كان الشعب يغرق في الفقر والجوع. حاولت أن تلمع صورتها من خلال تأسيس جمعيات إنسانية والحصول على جوائز بتدبير منها، إلى جانب حرصها على تصوير نشاطاتها إلى جانب المعوزين، لكن ذلك لم يلغي كره التونسيين لها، فلقبوها بحاكمة قصر قرطاج وبليلى جن نظراً لإدمانها على الكحول. إنما على المنابر بقيت ليلى صاحية ورافقت زوجها في زياراته الرسمية، وخلال حملاته الانتخابية استغلت الفرصة لتظهر إعلامياً في إشارة إلى رغبتها بأخذ مكانه. وقد كشفت صحيفة لوموند مؤخراً عن مخطط كانت تعد له لتولي الحكم مطيحة بزوجها في العام 2013. حازت على سلطات أكثر من تلك التي يمنحها الدستور التونسي لرئيس الحكومة، فكانت تعين الوزراء والسفراء وتقيلهم، كما كانت تزج مسؤولين في السجن وتأمر بإطلاق سراح آخرين. الحاكمة الهاربة مع سبائك الذهب لم تعش يوماً في ظل الحاكم، كانت متساوية معه في السياسة والاقتصاد والإعلام، لا بل سبقته في رحلة الفساد والبطش والعنجهية.